عقدت اليوم ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب 18 تحت عنوان الدور التشريعي والرقابي للمجلس 18، وتخلل الورشة جلسات نقاش لعدد من الخبراء البرلمانيين من إسبانيا وإيرلندا الشمالية. بعد أن منح المجلس النيابي 18 ثقة للحكومة وأنهى تشكيل لجانه، عقدت اليوم أول ورشة عمل لأعضاء المجلس النيابي 18 تحت شعار الدور التشريعي والرقابي. ورشة عمل شارك فيها العديد من النواب وخاصة الجدد. تحدث فيها العديد من الخبراء البرلمانيين من إسبانيا وإيرلندا الشمالية. تضمنت محورين أساسيين هما الدور التشريعي والدور الرقابي لتكريس مبدأ عمل السلطة التشريعية. هناك عدد كبير جدا من الزملاء الجدد لأول مرة يدخلون الحياة السياسية البرلمانية، فهذا الجهد يبذل بحيث أن يكون النائب حتى منذ بدايات الدورة العادية مطلعا وقادرا على ممارسات ديمقراطية من خلال النظام الداخلي، وكيف توجيه السؤال، وكيف متابعة الجلسات، وأن يمارس وكأنه له خبرة طويلة جدا في هذا المجال. توضيح آلية عمل المجلس عبر الكتل النيابية والائتلافات وتمثيلهم باللجان النيابية، ما يصبغ الأداء البرلماني بلون سياسي يعكس برامج عمل لها اتصال بإرادة الشعب وتطلعاتهم، ليصب في خانة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار. ورش عمل يعني تتجاوز حدود الإطار النظري، ولكنها إلى حدود تبادل الخبرات وأشبه ما تكون بعصف ذهني وتشاور وطرح الأسئلة والنقاشات والحوارات. يستفيد كل من تجربته وتجربة الآخرين. الأهمية أيضا تنبثق من استعداد، وهذا ألمسه جدا، استعداد الأخوة الزملاء النواب لحضور هذه الورشة والاستفادة منها بكل تفاصيلها. ورشة عمل تستمر لثلاثة أيام لتوضيح محاور عمل السلطة التشريعية، وأهمها مبدأ عمل الكتل النيابية والسياسات العامة ومبادئ الشفافية البرلمانية والرقابية وحماية حقوق الإنسان ومدونة السلوك والنظام الداخلي للمجلس، والعلاقة بين المجلس والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في جميع المجالات الحيوية. أسامة العدوان، رؤية.